السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لطلاب الصف الخامس الابتدائي مع بعض، في أسئلة عندي كده في الكتاب، تعالوا نعملها مراجعة مع بعض كده ونحلها. It is time هتبقى for breakfast. Did you love eggs? What kind of juice do you want? أي نوع من العصير أنت عايز؟ Let us بعدها الفعل في المصدر يبقى get. She didn't win برضو فعل في المصدر بعد did. They took out. زارة بشتبع عندي كلمات تتحفظ. منال waited for. Excuse me, I'm looking for. ببحث عن. She is going to visit. بعدها الفعل بعد to حرف جر بيجي الفعل في المصدر. وعندك كمان في المنهج am أو is أو are زائد going to بعدها الفعل في المصدر. What are you going to have. بيجي بعد كده للترتيب rearrange هتبقى where is sorry we are having beans and eggs. بعد كده what kind of juice do you want؟ انت عايز اي نوع من العصير؟ I don't have enough money. ليس معي كمية كافية من المال. She didn't eat. هي ما بتاكلش cotton candy. Look at. انظر الى my skateboard. روح التزحلق. She did the laundry. It's time for breakfast. وقت الفطار. He has a little turtle. Thank you very much. He is going to have a beef burger. نيجي بعد كده للأود اللي هنحذف كلمة box وهنحط مكانها go لأن كلها أفعال. Hot good. بعد كده عندي هنا cry. هحط كلها صفات، هحط cold أو bad. هشتل have وأحط لأن كله فعل في زمن الماضي ومتصرف مش محطوط له ايدي، فلازم اجيب حاجه برضو كده. هاد او went الماضي من جو وهاد الماضي من هاف. بعد كده عندي هنا اختار جو احط بدلها سبرينج ربيع. اخر حاجه هحذف كلمه فريند واحط بدلها كلمه مكونه من مقطعين زي ميك ا فريند او درينك جوس. بنكمل مع بعض برضو. عندي هنا اختياري برضو هيبقى ليتس بعدها الفعل في المصدر يبقى ليتس درينك. هي went on a ride. هي بوت الماضي من باي يشتري. سوها وون ا برايس فازت بجائزه. اي ام جوينج تو فيزيت ماي فريند تومورو. طيب ديد يو سي تورن رايت اور تورن ليفت. انت شفت احود يمين ولا احود شمال؟ هنا بسال عن مكان فيبقى ايه وير لان في الاخر ات از اون ذا ليفت انه على اليسار يبقى وير بسال عن مكان. اي ويل جو سكاينج ان وينتر تزحلق دايما بيبقى في الشتاء عشان بيبقى في تلج. منى ويترد ذا بلانتس سقط النبات. I didn't have enough money. I'll make the bed. I set the table جهزت الترابيزة. عندي ايه كمان؟ What's for breakfast? Did you play? Did بيجي بعدها قلنا الفعل في المصدر. She went on a ride. What did you do? did بعدها الفعل في المصدر فما اختار ما اقدرش اختار غير do. I'm going to send. What are they eating؟ عند اهو am او is او are زي الفعل في ing بس هنا are والفعل في ing وبينهم الايه الفاعل عشان ده سؤال. What is she going to? He won't plant. يعني will not بيجي بعدها الفعل في المصدر يبقى plant ما فيهاش اضافات. عندي الترتيب. What's for dinner. I am watching the sunrise. Did you play cards? I don't have enough money. Let's get some juice. Who sees Adil draw? عندي هنا that's okay. It's my treat. ده دوري. No problem. I am strong. I am sorry. She is going to visit a friend. Sweep the floor please. من فضلك قبل please دايما كومة. Hang up the clothes. Take out the rubbish. Set the table for lunch. What are you going to have? Did she clean the tent? بعد كده نيجي نحذف الكلمة ونحط الصح. تبقى هنا كلمة love وهنا هحط بدلها تي شيرت سهلة جدا بقى نفس الشيرت اللي هو كاتبها لنا بس بزود قبلها تي والنقطة وبعدين شيرت. هنا كلها أرقام تيكت هحط بدلها كلمة وان أو أي رقم أنت عارفه سهل. درينك هنا هختار كلمة سيد هحط بدلها جو لأن كلها أفعال. سوري نسينا كلمة
اللي هي كلمة روست هحذفها واحط بدلها كلمة بالم نخلة. بعد كده عندي هنا هحذف لانش احط بدلها جو او ايت اي فعل. هنا احط في بدلها فول اللي هو الخريف، فول او اوتم الاثنين زي بعض، خدوا بالكم عشان ساعات بتيجي واحده منهم فخدوا بالكم معناهم زي بعض. عندي هنا تي هشيله واحط بداله اكل فيش، او احط بداله حاجه تبع البحر فيش او صن. بعد كده عندي كلمه فيلم هشيلها ودي احط بدلها ماده دراسيه وليكن عربيك، دي ار يا جماعه. بعد كده عندنا كلمة بيلدينج في اي ان جي هشيلها واحط فعل عادي ما فيهوش اي ان جي، اهو شلت الاي ان جي منها وحطيته هو هو، مفيش اسهل من كده. عندي هنا كلها حاجات اكل ودي عصير فبحط هنا رايس بدلها. اتمنى يا رب المراجعه تكون فادتكم، اللي فادته يعمل لايك. بكده ان شاء الله نكون خلصنا مراجعه سنه خمسه، اتمنى لكم التوفيق وان شاء الله كل عام وانتم طيبين، ان شاء الله اجهزوا ان شاء الله للترم الثاني باذن الله، في امان الله.